الرياضيين المتابعين العشاق المستنيرات. نعم طاقم الحكام لسبع ايام من الجواد حكم ساحه مساحه الدوري لكن ابن عمر ابن باك حيل ساحه الثالث المراد ابو قفي حكم الرايح من الجميل هناك حكم الفار مصطفى البراوي ومن يساعد بكر المجيفي الفار حكم الفار في هذه البطوله هو الاساسي مصطفى البراوي اذا خطف الان التشكيل خايف اليوم الفقيد الله شفنا بطوله المملكه يا كابتن قامت ناجحه بكل قيس والتفوق فيها كبير نلعب كره تسديده راحت ركله مرمى ركله مرمى الكاتبيه هم ابطال المملكه تفوقوا على فريق هناك من جازان هذا كره عند النشيط وكريمي كريمي وسموره سموره العب لكوره عادت ما زالت الان يتقدم الله شركه نجد يا ولد شركه نجد العقاريه يتقدم الخطير راحت وخطا هنا اذا خطا كمشير هناك عليان يا زياد يعجز الانسان عن ما يقدم هذا الرجل لكن خلينا نسرع الرتم الان سريعه 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 الله 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 الزلمه من جديد انظروا الى حارس المرمى اي مباراه تحت احد يقع لكن الكره مستمره يا حامد يا حامد الكره من اليمين عبد الله شوف الأهداف شوف الأهداف يا لها من لقطة يا لها من بداية إنهم يسجلون أولا عرباوي وهذه ألعابي وهذه أهدافي وهذه أيامي العربي يسجل أولا عن طريق محي يا سلام يا محي يا لها من قدمية المنتصر العربي أنا عبدك لكن التاريخ طويل جدا التاريخ فيه مناسبات عديدة رغم الأفضلية الواضحة للعربي يا حامد لا 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 سريعا من اليسار هنا التقدم يا عسير يا زيد لكن الله على الأسماء الله على الدفاع الله على الرغبة على السرعة على من يتواجد هنا عبدية راسية في مكان الصفير اللاين اوكي في هنا أحمد هنا الأكاديمية كريم يا الله في الافتتاح الكبير انت هنا في الافتتاح الجميل لبطولة المدير 22 يا للتاريخ لا نشاهد ونتابع هنا في اللقاء الافتتاحي العربي واحد الاكاديمية شيء صافية الايام الشوط الاول انتهى بهدف لشركة نجد المميزة العقارية لا شيء اكاديمية نور استراحة قصيرة لنا عودة كنا واحد بسم الله الرحمن الرحيم اسعد الله مساء الحب الرياضي المتابعين لعشاق المستنيرة شوط ثاني اكمل باذن الله شركة نجد الوكيل العالمي العقارية يتقدم بهدف مقابل الشيء الذي نتابع ليلا لا جديد اذكر ولا قديم عاد سوى تعليمات المدربين هنا رابطة هناك رابطة الى احياء المملكة تلعب الكرة العادية هدال هو الاقرب الان هدال هو الاقرب طبيب البطوله كافو ونتابع انا هناك ايضا سموره ياسر الجهني ياسر شكرا ويناه حقيقه هناك جد المجهول ويناه شكر هناك لجميع من شارك في انجاح هذا الحفل وهذا الافتتاح يركض بك يمين حامد يعدي حامد يا احياء الله عليك فانتج الله عليك عليان الله عليك عليان يلعب لك كره تابع الان ونتابع هنا يلعب الكره العرقيه الكبيره باركي سموره خلصت سموره خلصت يلعب لك نور عادت ما زالت يا سلام
تعالى ايضا ونتابعنا الذين يريدون ان يعودون للمباراة وثلاث بكرة من يسار الله التمريرة الطرقي الله الطرقي الله يا رب لا 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 يا ايمان هذيك يا على الاداء على هذا التواجد زدفال المميز دائما في تقديم الجوائز الذي يقدم العديد من الجوائز الله على السرعة الله وصلت سريعة 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 هنا التقدم الله يا مروان لا 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 سريعة 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 هذا هذال الصبياني هذال 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 يضغط نور خالد العامري الكرة من يسار الله الله يا هذا هذا بوش بوش نعم الكرة لطيلة سمورة 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 الله 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 اللي يرسل لك في مكان اوه ايمان احمد احمد الطرقي الله الطرقي الله نور الله يا هدار يا هدار حارس المبين يا الغفير احمد اشرفت الولي كرة القدم الاستاذ محمد حسن ابو ياسر العمل الجميل ابو طالب العواجي يا للعمل المميز الذي يتواجد يا نورا اوكي 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 الملعب يا لي هذا الكاس والفريقين بحاجة الى كاس للأمانة كما نشاهد في هذه الأوقات الرأسية هزال صافرة النهاية مبروك شركة نجد أبطال الافتتاح أذلك لأكاديمية نور شركة نجد أبطال الافتتاح أذلك لأكاديمية نور أفضل صاحب الجائزة كل الجوائز راح تكون مع كما بدينا بحبنا هي معكم بالحب لذلك صلوا على الحبيب المصطفى.